اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس، فيما قامت الجرافات العسكرية بنبش المقابر الجماعية داخل أسوار المجمع. وأكدت وزارة الصحة أن عشرات الجرحى حالتهم حرجة لا يستطيعون الخروج من المستشفى، كما أبقت قوات الاحتلال مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية. مستشفى ناصر في مدينة خان يونس تحول إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي فتحت النار على نحو 3000 نازح ومريض وكادر صحي، ما تسبب في استشهاد العشرات وجرح واعتقال آخرين. المجمع بالكامل كان إرباك. قبل وقت بسيط، يعني وقت قليل، الكوات كابتر تعدت علينا على غرفة المؤتمرات، قامت بإطلاق نار يعني عشوائي. آلاف المصابين والمرضى وجدوا أنفسهم بلا مأوى، أطفال، نساء وكبار السن ملامح وجوههم تروي حكايات مؤلمة يعيشون تفاصيلها بشكل يومي على مرأى العالم. اقتحام أرعب المرضى والنازحين، وسادت الفوضى في المكان، ولا صوت يعلو على أصوات الرصاص في ممرات المستشفى المظلمة المليئة بالغبار والدخان. فعلا نزوح الموت، هذا خطر، وكل شوية طريق صعب جدا. أنا جريح، وأنا مش لاقي عكاز في المستشفى ألقى عليه، كلهم شبهات بعض. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر المرضى والطواقم الطبية ومن تبقى من النازحين على النزوح القسري من المستشفى تحت القصف والتهديد، كما أجبرت قوات الاحتلال إدارة المجمع على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية، ما يعرض حياتهم لخطر مؤكد.